بريطانيا لأول مرة في تاريخ البحرين عدد الأجانب تجاوز عدد المواطنين الأصليين سنة أم شيعة. وهذا مقصود، وحاجي أؤكد لك إنه ما هو الهدف من هذا، ما هو الهدف بإغراق هذه البحرين، لأنه ذوبان هذه 381 ألف شيعي في بحر من مليون شخص عنده رموز كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه مسألة والله يا أخي إنه كسروا 38 مسجد ومأتم وغيره ومضايقات اللي شاهدناها كشيعة وغيره فيما يتعلق بالأوقاف الجعفرية في بناء المساجد بمواصفات ما تتوافق مع الـ مع الـ الـ هذه كلها مقصودة وليس 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 سذاجة أجهزة دولة. أي شخص في العالم بيعرف إنه شروط بناء مسجد شيعي تختلف، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الجنس الآخر النساء، يعني في يختلف عن السنة. هذه الحياة البسيطة في تجاهل متعمد واستفزاز متعمد، في طرح قانون الأسرة، في تكسير وتهديم في المجموعات المجالس البلدية اللي بتطلع أيام السواد في محرم تشيل كل هذه الرموز وغيره، لأنه الصراع حول الهوية والصراع حول حالة البلد ومحاولة نفسية للتأكيد أن هؤلاء الشيعة 881 ألف سيذوبوا في هذا الطوفان من الأجانب والسنة. بجانب أنا أشرت إلى أن هنالك ديناميكية محددة بالتخفيف فيما يتعلق بقوانين الإقامة والفيز وغيره وغيره للسنة العرب والأجانب، والتشديد بإبعاد وتفنيش الشيعة العرب والأسيويين، والتأسيس والتأكيد بشكل غير مباشر، لأن هذه دائرة بعيدة عن اهتمام البحريني العادي. هؤلاء أجانب يا أخي، ولكن أنا بتحدى أي شخص، وأنا شاركت في عدد كبير جدا، كنت بروح في أيام محرم وبشوف مشاركة الأجانب قلت. زمان كان يمكن وجود الناس الحساوية وغيره ملاحظة، لكن حتى الأسيويين كان عندهم مشاركة واضحة، حتى الشيعة العرب كانوا موجودين. الآن هذا المظهر ابتدى يخف، وأرجعوا للوسائل وأرجعوا للتصوير وأرجعوا لكل شيء، بتشي حسوا بأنه هنالك، والدولة عملت بصمت على تأكيد لأنه هذا هو المستهدف، المستهدف هو تغيير هوية البلد. أرجع إلى موضوع، والناس حريصين على أنه هنا يعني بيتكلم الأخ على أنه نفتح فرص للمداخلات. أنا ما هحاول، يعني عندي هذه الأوراق كلها بالأرقام والتفصيل وبغيره، وإذا في حد عايز يصورها يصورها، لكن عندي موضوع خطير جدا أعتقد من المهم أربطه، لأنه بيأكد إن موضوع التجنيس، هذه الأوراق كلها عن التجنيس السياسي كويس، ولكن هذا الموضوع اللي أنا عايز أتكلم عنه، وكل الأخوان الأعضاء في المجالس البلدية أو في المجلس النيابي يعلمون أن هنالك سر سياسي سيادي فيما يتعلق بما يسمى بالمخطط البحرين الهيكلي. وأتحدى أي واحد في البحرين الآن يعرف أي شيء عن هذا الموضوع، أتحدى النواب في البرلمان، أتحدى النواب بلديين مسؤولين من أنه يعرفوا خارج نطاق ما سمحت به الدولة. المخطط البحرين الهيكلي 2030 هو يتوافق بشكل أساسي بمشروع التجنيس، وهذا ما أنا أقصد بأن البحرين التي ستجدونها لن تعرفوها. هذا المخطط أصبح من الأسرار السيادية زي أسرار التجنيس. النواب البرلمانيين وفاق سنة غيره، نواب في المجالس البلدية في غيره، طالبوا عشرات المرات لأن يعرفوا ما هو الهدف من هذا مخطط الهيكل. الشركة اللي عملته نفسها اللي هي سكيدمور أوينغ ميريل، وهي شركة أمريكية هندسية، وهي شركة عندها إنجازات واضحة، يعني هي الشركة اللي بنت مطار بن غوريون في تل أبيب، وهي اللي اشتغلت في الخليج، بنت برج الخليفة، وبنت في جدة مطار، في شركة ضخمة. هذه الشركة أنا شخصياً اتصلت بهم في مكتبهم في 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 أمريكا، وفي مكتبهم في لندن، إنه هذه النسخة الأصلية من هذا المخطط الهيكلي في خلال الثلاث سنوات الماضية منذ أن أصدر الملك القرار باعتماد هذا المخطط الهيكلي للبحرين 2030، ما فيش حد في البحرين أتيحت له فرصة أن يعرف ما هو المخطط الهيكلي. لذلك أنا بقول إنه اللعبة للناس اللي بينخدعوا بها إنه هنالك ولي عهد، يعني مزاج ومزاج ليلى علوي كده حنين على الشيعة ودار يشتغل معهم، هو المسؤول عن هذا المخطط، وهو اللي وراه، وهو اللي دفع $6 مليون لشركة SOM من خلال مجلس التنمية الاقتصادية لتأسيسه، وهو اللي أصدر تحويله
من مجلس التنمية الاقتصادية ومن وزارة البلديات إلى الديوان الملكي، وأن أصبح واحد من الأسرار، لأنه هو اللي بيحدد ما هي البحرين سنة 2030 عندما يصبح الشيعة 30% من السكان. الهدف إنه في هذا المخطط إنه تتحول البحرين إلى مستوطنات بما فيها قرى الشيعة، مستوطنات بالكامل، لأنه هذه الشركة هي، أنا مش عايز أمشي في الاتجاه بتاع إنها شركة يهودية وغير والمؤسسين يهود وكذا، كلام ما عنده معنى في عالم الاقتصاد، ولا إنها هي بنت مطار بنغوريان، يعني هذا كله بيزنس في بيزنس يعني. لكن الشيء الأساسي إنه البحرين ستتحول إلى مستوطنات، ما فيش حد تاني بيقدر يخش ديار المحرق ولا بيقدر يخش المحرق ولا بيقدر يطلع من المدينة. ولما إحنا أنتوا كلكم عشتوا ما حدث للمدينة الشمالية، هذه المدينة الشمالية اللي بدت من 2002 إلى الآن في تلاعب. مجلس بلد الشمالية إلى الآن لا يعرف لماذا أوقيت ولماذا تأجلت ولماذا تم تأجيلها ولماذا تم تخفيضها ولماذا تم بيعها ولماذا تم وهكذا. ولكن أنا في تقديري كل هذا مربوط بالخطة. أنا أعتقد واحدة من أجندة العمل السياسي في البحرين هو المطالبة للكشف عن حقيقة هذا المخطط، لأنه هذا المخطط الهيكل البحرين 2030 هو المخطط أو البلو برينت الاستراتيجية اللي حتبقى فيها البحرين، لأنه شبر شبر، متر متر، شارع شارع، مؤسسة مؤسسة فيها الخرط. وأنا لما قلت يعني ذكرنا في التقرير بأنه البحرين ستتحول في اتجاه إنها هي لكانتونات وإلى مستوطنات، لأنه في النهاية 381 ألف دين من يزبوا في البحر بتاع المليون شوية، لأنه الهيكل المخطط الهيكل للبحرين مبني على إنه البحرين عدد السكان يكون فيها سنة 2030 2 مليون مواطن بأي نسبة أنتوا عايزين. هؤلاء 381 شيعي إذا كان نسبة الخصوبة بتاعتهم مش صار 10% ما بيحصلوا يعني، ولا حيكونوا في لازم اللحظات عندهم أي وجود في البحرين، مهما حتى لو خصوبتهم 10% يعني. الآن الخصوبة في البحرين حوالي 2.7 تنطرح عدد الناس اللي بيتوفوا بأمر الله والأطفال الجدد. ولكن الخطورة إنه هذا التجنيس السياسي أو مشروع التجنيس السياسي هنا بالأرقام وبالتفصيل يتوافق مع ما سميته أنا المخطط الهيكلي للبحرين. بدل إحنا نتكلم عن الحكومة بأنه لجنة مناهضة التجنيس، إحنا عايزين لجنة لكشف مخطط البحرين الهيكلي، وهذا الموضوع يطلع ويتخطى في سطر ملحق في وزيرة المنامة يعني. والله يا أخي عايزين نشوف هذا المخطط، لأنه هذا المخطط ولا خليفة الزهراني قدر إنه يعني يتكلم، ولا حتى جمع الكعبي قدر إنه يصل، ولا حتى مجلس بلد الشمالية قدر يحصل عليه، وأصبح من الأسرار. تم صرف حوالي 12 مليون دولار عليه، 6 مليون دولار لشركة SOM سكودمور اللي عملت هذا المخطط، والشركة التنفيذية اللي هي أتكنز. أتكنز هذه هي اللي بنت يعني مركز البحرين المالي وبرج العرب ودورة البحرين، وكانت هي مشاركة في مشروع اليمام السعودي اللي فيه فضيحة كبيرة هنا، وعملت مسرح البحرين الوطني. بينما أنه هذه القضية، لو أنا عايز أختم كلامي بأنه هذا التجنيس السياسي وهذه أوراقه، وأنا حصورها لأي شخص فيكم على هذه الصورة وحسلمها هذه النسخة للأخ علي بعد ما تصورها، أديني منها نسخة كويس. هذا مخطط البحرين وملاحظاتي عنه، واتحدى اي واحد فيكم. بجي لنقطه اساسيه عايز بسيطه يعني عايز اقول لكم، وانا ليس لي اي حق في ان يعني املي لاي شخص اي حاجه، لكن انا اعتقد بانه هنالك 140 سفاره في لندن. استمروا يا اخي، استمروا في المعركه بتاعت انه تمشي تحتجوا قدام السفاره السعوديه والسفاره البحرينية، واحد من 140 سفاره في لندن. واتحداكم كلكم، لو ظهر انا قاعد في هذا البلد وشغال في نفس المجال بتاعكم في يتعلق ببلدي يعني، وأعلم مع علم الحقيقة بإني أنا من سنة 89 إلى الآن أنا شاركته من يوليو 89 إلى يونيو 2013، وأسأل أي أخ سوداني يعني 80% من الاعتصامات أمام السفارة السودانية أنا شاركت فيها، إلا أكون مسافر. يوم واحد ما ظهرت في أي صحيفة أو إعلام، ولن وتعمل احتجاج قدام السفارة السعودية ممتاز جدا فور الدوكيومنتيشن والإعلان، لكن لن يغير، لأنه في 140 سفارة أخرى وفي 140 جالية حول العالم بتقف قدام سفارتها. لكن أنا أعتقد بأنه طالما أصبحت البحرين هي المركز المالي، وأنه 140 ولا 200 مليار دولار دي هي اللي بتخلي بريطانيا وأمريكا تصمت
عما يحصل في البحرين وتتغاضى عنه لن تحس بقيمة هذا إلا لو أنا وعلي وعلي وخمسة منكم بس نروح نقف قدام السيتي في لندن، ولو ما جيتوا في البي بي سي بالمسا قولوا صلاح ما بيعرف حاجة واتحداكم كلكم برضه. استمروا في هذه السفارة البحرينية تاني 10 سنوات، لو جيتوا في بي بي سي أسألوا، لكن أتحداكم نطلع على السيتي بتاعت لندن، العمدة لندن السيتي لندن كانت في البحرين أول أمس، ولكن عمدة لندن for the last 10 years بيروح بانتظام بدعوة من الحكومة البحرينية، لأنه هذه هي الكعكة، هؤلاء هم الشركاء في صنع السياسة البريطانية، وأنا عضو في هذه السياسة البريطانية، عضو في حزب مشارك في الحكومة وعضو مجلس بلدي ونائب رئيس حزب في مدينتي، وعندي يعني دور في السياسة البريطانية، وأعلم أنه مظاهرة واحدة أمام السيتي هتكون بالمسا في البي بي سي، وعشرين ألف مظاهرة أمام السفارة السعودية والبحرينية حتكون زيه زي أي واحد من 140 سفارة أخرى. وأختم كلامي وأنا مستعد على أي سؤال.